مواضيع متعددة لهذا اليوم، وفي البداية مع ضيفنا الدكتور خلدون الشريف، استشاري أمراض النساء والخصوبة عند النساء في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. موضوعنا عن معتقدات خاطئة عن الحمل، وفي الساعة 12:40 ضيفنا الدكتور محمد هشام علي، استشاري أمراض العين وجراحتها بمستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. موضوعنا عن المياه البيضاء أو الساد أو الكتركت، وفي الساعة 1 موضوع آخر عن التأخر اللغوي ودور الأهل في علاج هذه المشكلة مع ضيفتنا روز عيسى، اختصاصية علاج اضطرابات النطق في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في الاتحاد مول في دبي. وفي الساعة 1:30 تدبير الربو وأيضا إدارة الربو مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول، اختصاصي أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية بمستشفى القرود الخاص بدبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. بلسم أمومة وطفولة. إذن نرحب بضيفنا الدكتور خلدون الشريف، استشاري أمراض النساء والخصوبة عند النساء في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. دكتور خلدون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك ومستمعينا. يا مرحبا. عدد من المفاهيم الخاطئة حول الحمل تتعلق بالحمل والأخصاب، ونحاول أن نصحح هذه المفاهيم الخاطئة. منها إذا لم يحدث الحمل خلال الشهر الأول من الزواج، هل هناك مشكلة دكتور خلدون؟ طبعا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي ناس كتير لما بتزوجوا بيكون هدفهم أو أحد أهدافهم هي الحمل السريع، فبتوقع أنه يصير الحمل بسرعة، ولما ما يصير بيتضايقوا كتير وبيعتقدوا أنه في مشكلة وبيبلش يراجعوا الأطباء. طبعا إحنا بنحب نطمنهم أنه في معظم الأحيان لا يحدث الحمل في أول شهر، بل بالعكس نسبة حدوثه في أول شهر 15% فقط، ومع التكرار نعم ذات بيحملوا خلال 6 شهور، ومعظمهم بيحمل خلال السنة الأولى من الزواج، فالانتظار هذا واجب لأنه ما في داعي أبداً للمراجعة المبكرة، لأنه ما بيكون في مشاكل لو تأخر الحمل شوي. نعم، وطبعاً دائماً نقول لكل من هو مقبل على الزواج بضرورة التخطيط للحمل وللإنجاب وزيارة الطبيب. طبعاً نقول زيارة الزوجين معاً وليس فقط زيارة أحدهما، لا، الاثنين مع بعض بيذهبوا للطبيب، بيتفهموا، بيعرفوا كل المعلومات المتعلقة بالأخصاب، وأيضاً إذا كان هناك مشاكل يتم معالجتها باكراً. والمفهوم الثاني دكتور، لا يحدث الحمل إلا في منتصف الشهر، يعني حين الإباضة المقصود. هو الناس تعتقد أن الإباضة لا تحدث إلا في منتصف الشهر، وعلشان هيك الحمل ما بيصير غير في منتصف الشهر. نعم. ولكن معروف أنه احتمال الإباضة عالي في منتصف الشهر، ولكن في أي وقت من الشهر ممكن يصير فيه إباضة، ممكن يصير فيه حمل. فعلشان هيك الناس اللي بيقول لك إحنا بس كنا بنركز على العلاقات الزوجية في منتصف الشهر وما بنسوي إشي في الأوقات. نعم. عشان هيك على اغلب ما صار حمل، لانه الاباضه ممكن تصير في اي وقت. نقول لهم ما تركزوا على اي وقت، عيشوا حياتكم طبيعيه كازواج طبيعيين، والله بيجيب اللي فيه خير. نتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. هناك رسالة تقول: أنا صار لي أكثر من 10 سنوات لم يحدث لدى الزوجة الأخصاب، ومؤخرا حدث الحمل، لكن تتعرض من حين إلى آخر إلى نزف وآلام، فماذا تنصح دكتور؟ احنا بنبارك لها على حدوث الحمل والحمد لله بعد هذه المده، ولكن يصير كثير نزف والام في الحمل، وفي معظم الاحيان لا تدعو الى القلق. انا بنصحها انها تتابع مع طبيبها الخبير، لانه هو او هي الطبيب او الطبيبه حيكونوا اقدر ناس قدره على اعطائها النصيحه المضبوطه. يعني احنا دائما نحكي انه احنا بشكل عام بنعطي نصائح عامه، ولكن ما في شيء اسمه دواء بنقدر في حالات معينه نعطي نصيحه دقيقه، لا بديل عن متابعة الطبيب زي ما تفضلت. نعم.
طبعا دائما عدم التردد في استشارة الطبيب وخصوصا في موضوع الحمل. الحمل مرحلة طبيعية لكنها حساسة تتطلب الرعاية الطبية والزيارة الدورية أيضا للطبيب أو الطبيبة، وطبعا الالتزام بالإرشادات، يعني ليس فقط أن نزور الطبيب ولكن أيضا أن نلتزم بالإرشادات، وإذا كان هناك أدوية، إذا كان هناك أغذية، إذا كان هناك أي نصائح أخرى يجب على الحامل أن تلتزم بها، وأيضا على الزوجين إذا كان الأمر يتعلق ب الزوجين معا أن يلتزما بهم. طيب، من أيضا المفاهيم مراقبة الإباضة تزيد من نسبة الحمل والإخصاب أيضا. هذا إشي بيصير إنه الزوجة ما بصيرش حمل بعد شهر شهرين، فبتقول لك بدي أروح عند الطبيب عشان يراقب لي الإباضة، يسوي لي رص إباضة عشان نعرف إمتى البويضة بتطلع ويصير الجماع حوالين هذا الوقت. العلم أثبت بدون أي شك أن مراقبة الإباضة لا تزيد نسبة الحمل أبداً أبداً. وأنا بحكي للناس أنه ملايين العالم في العالم كله، ملايين الناس حملوا من غير أي مراقبة إباضة، فهذا دليل قاطع وواضح أنه مراقبة الإباضة لا تزيد الحمل. هذا إشي طبيعي وبيصير طبيعياً في المنزل، ولا داعي لمراجعة الأطباء لزيادة احتمال حدوث الحمل إذا لم يحدث تأخير. يعني إذا هم أول سنة من الزواج وما في والدورة منتظمة والرجل ما عنده أي تاريخ مثلا عمليات على الفصية، لا داعي لمراجعة الطبيب مبكر. طيب، رسالة عبر الإنستغرام تقول: السلام عليكم، ماذا يعني الرحم مقلوب؟ هذا سؤال حلو كتير وبشكر السائلة والسائلة عليه. زمان كان يعتقد أنه الرحم إذا كان اتجاهه إلى الخلف مش اتجاهه إلى الأمام في الجسم، فهذا يعني انه بيسموه رحم مقلوب، وهذا ممكن كان يعتقد خاطئا انه هذا بيؤدي الى عدم حدوث الحمل او حدوث الاجهاض المتكرر. ولكن العلم في على اخر 40-50 سنه اكتشف انه سبحان الله اشكالنا مختلفه من الخارج واشكالنا مختلفه من الداخل. في سيدات رحمهم متجه الى الامام، سيدات رحمهم متجه الى الخلف، والاثنين نفس الشيء طبيعيين. انا بعطي المثل انه في حدا بيكتب بايده اليمين وفي حدا اعصر بنسميه بيكتب بايده اليسار، والاثنين بني ادمين طبيعيين وما في فرق بينهم في تحصيلهم الاكاديمي او العلمي او خطهم او هذا. فالرحم المقلوب هذا معتقد خاطئ قديم لا يؤثر ابدا 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 على الحياه. نعم. طيب، بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور خلدون الشريف، استشاري أمراض النساء والخصوبة عند النساء في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبي. دكتور خلدون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي رسالة تقول: السلام عليكم، ممكن تتكلمون عن تأخر الدورة في سن 45؟ هل هذا من علامات سن بين قوسين اليأس سابقا الأمل حاليا، ونحن في يوم السعادة الدولي فطبعا نتكلم دائما بناحية إيجابية ونتمنى أن تكون هذه السنة هي سنة خير للجميع. تفضل دكتور. شكرا. احنا في العادة بننصح الناس انهم لا يسموه سن اليأس ولا يسموه سن الأمل، يسموه سن انقطاع الدورة. الصراحة راحة والدورة بتيجي وبتروح، سن تجديد الحياة. نعم، وكل هذا جاء من الله. نعم، ولكن هي الدورة بشكل عام بتبتدي مع الفتاة على سن 15 وتنقطع على سن 50، واحنا بنقول للسيدة ان الدورة بتكون منتظمة، ولكن في اخر 5-6 سنوات قبل انقطاعها على سن 50، يعني نحكي سن 45، بتصير تتقطع وبتصير غير منتظمة وبعدين بتنقطع بالمرة على سن 50-51. فمن الطبيعي جدا انه تتأخر الدورة بين سن 45 و50، تصير غير منتظمة وتصير متقطعة، لأنه هي في الآخر حتوقف بالمرة على سن 50-51. اللي بيدعو للقلق إذا صارت الدورة ثقيلة جدا أو صاحبها ضعف في قوة الدم أو أي مشاكل أخرى أو آلام، ولكن تأخر الدورة قليلا بين 45 و50 حتى لو الست عمرها ما إجت لها هيك قبلت لا يدعو إلى القلق أبدا، ولكن إذا الآنت رجعت وظيفها وأكيد هو أو هي حيتأخر إن شاء الله. نعم، نتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. من المفاهيم: مأكولات تزيد من نسبة الإخصاب ومأكولات تقلل من نسبة الإخصاب. دكتور، هذه من أكثر الأسئلة اللي بتجينا في العيادات، بيقول لك دكتور شو بأكل علشان أحمل أو شو أكل عشان أحمل بولد أو أحمل بنت. بنأكد لهم أنه ما في إشي هيك أبدا أبدا أبدا، ما في مأكولات بتساعد على الحمل وما في مأكولات بترجح الحمل جنس على جنس آخر.
احنا كلنا الحمد لله في الايام هاي بناكل اكل متوازن واكل صحي، بالعكس الناس تعاني من زيادة الاكل من التخمة اكثر ما بتعاني من سوء التغذية، وعشان هيك ما في داعي تركزوا على موضوع الاكل علشان تحملوا. طيب، لكن طبعا التغذية مهمة جدا اكيد بالنسبة للصحة وصحة الام والحامل، و من أيضا المفاهيم فيما يتعلق بالرجال دكتور، الملابس الضيقة أيضا الاستحمام بالماء الساخن يؤثر على خصوبة الرجال. مضبوط، وهي يمكن معلومة الناس اللي ما عاشوا الوضع هذا بيحسوها معلومة بسيطة، ولكن هذا تؤدي إلى مشاكل كثيرة بين الأزواج والزوجات. بيجي الزوجين عنا في العيادة، ست بتقول إحنا ما حملنا إلا سنة وأنا بلوم زوجي. ليه يا ست بتلوم زوجك؟ لأنه بياخد شاور ساخن أو بيحب الجاكوزي، وأنا قريت إنه الحرارة الزايدة على الخصية بتقلل الخصوبة. كل هذا المعتقدات غير صحيحة. المعلومات الطبية والدراسات أثبتت إنه الرجال اللي بيستخدموا الجاكوزي أو الحمام الساخن لا تقل خصوبتهم عن الرجال اللي ما بيستخدموا هذا، ولو بطلوا يستخدموه ما حتزيد خصوبتهم. فإحنا بنقول لهم عيشوا بتوازن، عيشوا حياة طبيعية، ولو حيصير حمل حيصير، ولو ما حيصير حنسوي فحوصات وحنسوي علاج. ما تغيروا نمط الحياة في الشغلات هاي، غيروا نمط الحياة في الشغلات المهمة، مثلا الامتناع عن التدخين، عن المشروبات الكحولية، عن الشغلات اللي بتضر، عن الأرجيلة اللي الناس كتير في البلاد مش يشربوها، هاي بتأثر لأنه هاي مضرة، ولكن الحمام والشغلات هاي ما له علاقة بالموضوع. نعم، ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. عندي بعض الأسئلة أيضا، هل صحيح أن الإنجاب بالذكور يكون وقت الإباضة؟ يعني إنجاب الذكور فقط وقت الإباضة؟ أنا فهمت السؤالات، أنا بنسأل كثير، ما في علاقة أبدا بين وقت العلاقات الزوجية وجنس الجنين. موضوع عشوائي، يعني إيه عشوائي؟ يعني معروف إنه 50% من المواليد ذكور و 50% تقريبا إناث، ولا يمكن إلا باستخدام أطفال الأنابيب وتحديد جنس الجنين، لا يمكن بطريقة أخرى إلا بالأكل ولا بتضخيم الجماع ولا بشيء ثاني نتحكم في جنس الجنين. نعم. طيب، أيضا رسالة أخرى تقول أنا عندي مشكلة في القذف السريع خلال عدة ثواني، هل من علاج لهذه المشكلة؟ هذا إحنا بننصح الأخ إنه يراجع طبيب مسالك مولية. أنا طبيب إخطاب ونسائي، وهذا ليس من ضمن تخصصنا، وإحنا دائما بندرس كليات الطب. إنه إذا سئل الطبيب في شيء خارج تخصصه لازم يقول لا أعلم وينصح بمراجعة طبيب مسالك. نعم، وأشكرك على هذه. نعم، أشكرك طبعا رغم أنك تعرف الإجابة، ولكن أشكرك وأحييك على هذه الإجابة، وهي من أخلاقيات مهنة الطب. معيب أن الطبيب يقول لا أعلم، أو بمعنى هذا الموضوع هو من اختصاص طبيب آخر. طيب، عندي اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. طيب، للأسف ما في. طيب، ما في وقت. طيب للأسف، أنا طبعا الأخت محمد بعتذر منك وباخذ اتصالك بعد الفاصل مباشرة، بتواصل معك. وكل الشكر للدكتور خلدون الشريف، استشاري أمراض النساء والخصوبة عند النساء في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. دكتور خلدون، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. طيب.